احد التغييرات الاخيره اللي الفيسبوك قام بيها ان هو عمل لنا حاجه اسمها ادفانتج كامبين بادجت. ففي الفيديو ده هنتكلم عن ايه هي الادفانتج كامبين بادجت بالظبط، ايه لازمتها، بنستعملها ازاي، وهل احنا اول مره نشوف المفهوم ده في الاد اكاونت بتاعنا او في الحساب الاعلاني ولا لا. لو مش عارف انا بتكلم عن ايه، فروح عندك على الاد اكاونت واعمل اي حمله زي ما انت بتعمل في العادي. لو انت عندك الشكل الجديد ده اختار اي حمله فيه، لو انت الشكل القديم برضو ايا كان هتختار اي حمله، ممكن انجيجمنت، ممكن سيلز، او ايا كان انت هتعمل ايه، ودوس كونتينيو. ولما هتنزل تحت خالص هتلاقي ادفانتج كامبين بادجت. ولو جينا نشوف ايه اللي فيسبوك بيقوله فيما يتعلق بالادفانتج كامبين بادجت، هنلاقي ان هو بيقول لك ان هو بيقسم لك الميزانيه على الاد سيتس او المجموعات الاعلانيه اللي عندك، بحيث ان انت يجيب لك احسن نتائج ممكنه بالميزانيه اللي عندك ويوزع لك على الاد سيتس اللي عندك. مش حاسس ان الكلام ده مألوف شويه؟ بالظبط، هي نفس السي بي او او الكامبين بادجت اوبتمايزيشن. واللي في الغالب لو انت لسه ما لقيتش الادفانتج كامبين بادجت، هتلاقي الكامبين بادجت اوبتمايزيشن لسه عندك زي ما هي بتقول تقريبا نفس الكلام. طبعا هتلاقوا في بعض الحسابات موجود فيها الادفانتج، بعض الحسابات موجود فيها لسه السي بي او زي ما هي بشكلها القديم. ده طبعا الريبراندنج اللي الفيسبوك بيعمله، ان هو كل شويه بيطلع تحديث جديد بيروح لبعض الناس وناس تانية بتتاخر شويه، لكن ده هو اللي هيبقى المسيطر في الاخر، هو المسمى ده اللي هو الادفانتج كامبين بادجت، او اللي ممكن يتسمى بعد كده اي سي بي. طب هل تغيير الاسم ده ملوش لازمه؟ هو ملوش لازمه بالنسبه لنا احنا، لكن ليه لازمه طبعا بالنسبه للفيسبوك، لان اي حد لسه ما يعرفش اي حاجه في الاعلانات او ما تعاملش قبل كده مع السي بي او او ما يعرفش بالظبط يختار ايه، لما هيشوف كلمه ادفانتج، ادفانتج يعني ميزه، فلما هيشوف كلمه ميزه هيبقى نفسيا كده نفسه ان هو يروح ويعلم على الحاجه او يختار الحاجه اللي فيها ميزه. مين مش عايز ميزه؟ فلما بتعلم عليها بتلاقي فعلا ان انت تقدر تحط الميزانيه بتاعتك في الكامبين او في الحمله الاعلانيه نفسها، وهي بقى اللي بتوزع لك الميزانيه على المجموعات الاعلانيه اللي عندك كلها. طبعا انت لو ما اخترتهاش هتشتغل هنا بالاستراتيجيه التانيه اللي هي اي بي او، ان انت بتحط الميزانيه بتاعتك في الاد سيتس نفسها. طبعا انا كنت عامل فيديو قبل كده بالتفصيل بتكلم فيه عن الفرق ما بين الاي بي او والسي بي او وبتستعمل امتى كل واحده فيهم، لكن باختصار اللي السي بي او بتعمله او اللي زي ما هتتسمى بعد كده اي سي بي، انها بتشوف مين المجموعه الاعلانيه اللي جايبه لك احسن نتائج وبتوزع او بتحط الميزانيه بتاعتك فيها كلها. هتقول لي طب ما دي حاجه كويسه، هقول لك ماشي، لكن ده ممكن يكون الحال في يوم واحد، نتائج يوم واحد، لكن ممكن المجموعه اللي كانت خسرانه النهارده مثلا بكره وبعده كانت تكسر الدنيا، لكن الفيسبوك ما ادهاش وقت. فاللي شخصيا بفضله ان انت لما تكون لسه بتختبر ما تحطش او ما تفعلش الادفانتج كامبين بادجت، خليها مقفوله وابتدي ان انت تختبر مجموعه اعلانيه مع مجموعه اعلانيه تانية، شوف انهي واحده فيهم اللي بتجيب لك نتائج، وبعد كده ممكن تستعمل الادفانتج كامبين بادجت في السكيلنج، او ان انت تبتدي تشوف المجموعه اللي كانت كسبانه وتحط فيها ميزانيه كبيره بعد كده. لكن لو انت عندك ميزانيه صغيره قوي وعايز تختبر حاجات كتير قوي، خلاص مفيش مشكله، روح واستعمل الاي سي بي عشان تشوف الفيسبوك هيحط لك الميزانيه في انهي حاجه. وهتلاقي ان تغيير الاسم ده ما حصلش فقط على الادفانتج كامبين بادجت، لكن هتلاقيه برضو لما هتروح عندك على المجموعه الاعلانيه او على الاد سيت اللي عندك. لما هتنزل تحت مثلا هتلاقي ان البليسمنتس هي كمان بقى اسمها ادفانتج بلس بدل اوتوماتيك بليسمنتس، اللي هي المواضع اللي كان بيظهر فيها الاعلان بتاعك، بيظهر على الفيد ولا بيظهر على الستوريز ولا بيظهر فين، برضو علشان يشجع الناس ان هم يختاروا الاوتوماتيك بليسمنت او اللي هي الادفانتج بلس بليسمنت، بحيث الناس تروح للمكان ده، فالناس من وجهه نظر الفيسبوك يكسبوا فلوس اكتر، فلما تكسب فلوس اكتر تحط فلوسك اكتر مع الفيسبوك، فالفيسبوك يكسب فلوس اكتر. جزء من خطه مارك الشريره كالعاده. ولو خدت رايي هو مش كلام غلط، الاوتوماتيك بليسمنت او الادفانتج بلس برضو نتائجها ممتازه. في النهايه ارجع واقول ان كل دي افشخانات، لو انت عندك خبره سابقه بالفيسبوك هتلاقي ان تغيير اللي حصل ده مجرد تغيير مسميات مش هيعني لك في شيء، ولو انت لسه حديث العهد بالفيسبوك ادينا قلنا لك المسمى ده معناه ايه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واكتبوا لي حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي.